نايس، يعني هو واجد. اه واجد للمهمة القادمة، تم التوجيه ديالو للكوكب الثاني الزهرة. اوكي شكرا بروفيسور. غير هو راه احتمال كبير انه غيموت في الزهرة اكثر من الاحتمال ديال عطارد. راه حرفيا غادي الكوكب الجحيم في المجموعة الشمسية. ياك تقدر تعاود تكريه مرة اخرى ياك؟ ايوا صافي، هادي اخبار مزيانه. سوبر نوفا باستعداد للاقلاع من عطارد. اوكي الوجهه الى الزهره. علم تم الاقلاع بنجاح، الوجهه الى مدار كوكب الزهره. سوبر نوفا واش عارف الكوكب اللي غادي ليه كيفاش داير؟ وانا فكرة. اوكي انا نعاود لك وكي ما تخلعش. مثل جميع الكواكب الاخرى، من المحتمل ان يكون كوكب الزهرة قد تشكل في السحابة الكبيرة من الغاز والغبار والجليد في النظام الشمسي ديالنا القديم قبل 4.5 مليار سنة. من انهار السحابة الكبيرة ديال النظام الشمسي القديم إلى واحد القرص دوار، تولدت الشمس ديالنا في مركزها. وبهذا تم إنشاء الكواكب ديال المجموعة الشمسية من الجزيئات ملتصقة ببعضها البعض على طول حلقات هذا القرص. كما خرج كوكب الأرض، خرجت فينوس اللي تكونت من نفس المواد، وخرجت بنفس الحجم ديال كوكب الأرض تقريبا مع فارق بسيط جدا. ولهذا فكوكب الزهرة أو فينوس يلقب بـ Earth Twin، توأم الأرض. حتى أن المكونات الداخلية للزهرة هي نفسها ديال الأرض تماما، من نواة حديدية ووشاح ساخن وقشرة صخرية. غير هو كان اختلاف بسيط، في الحقيقة مش بسيط بل حاسم جدا، وهو أن كوكب الزهرة عكس الأرض ليس لديه مجال مغناطيسي، ولهذا السبب من المرجح أن يكون اللب المعدني هو في حالة صلبة. السبب في أن الزهرة عنده نفس الخصائص والحجم ديال الأرض هي أنهم بجوج تشكلوا في نفس المكان تقريبا أول مرة. هناك الكثير من الأدلة العلمية اللي كتشير أن كوكب الزهرة في الأول كان يتمتع ببيئة تشبه الأرض. الاثنان كان لديهما محيطات دافئة وجميع الظروف الأخرى الضرورية لأصل الحياة. بما أن المعطيات العلمية الحالية كتقول أن مستقبل الأرض بعد ملايير السنين أنه غيكون مثل كوكب الزهرة كمناخ، فهل هذا يعني أن كوكب الزهرة كان يحمل حياة في الماضي واندثرت الآن؟ على الرغم من أنه يلقب بأنه توأم الأرض، لكن كاين اختلافات عديدة، بحيث أن كوكب الزهرة يدور في اتجاه عقارب الساعة عكس كوكب الأرض، هو في الحقيقة عكس الكواكب كاملة ديال المجموعة الشمسية، لأن جميع الكواكب الأخرى كتدور عكس اتجاه عقارب الساعة. كما أنه اليوم الواحد على كوكب الزهرة هو الوقت اللي كيستغرق الكوكب لإكمال دورة كاملة حول محوره، كتساوي 243 يوم على الأرض. وبهذا فهو يملك أطول يوم في النظام الشمسي بأكمله، وهذا في الواقع أبطأ من الوقت اللي كيستغرق كوكب الزهرة لإكمال دورة واحدة حول الشمس، اللي هي 225 يوم أرضي. بمعنى أن السنة في كوكب الزهرة أقصر من اليوم الواحد على نفس الكوكب. سوبر نوفا بذكيبان الزهرة، أنا بالاتجاه الصحيح، قريبا أنزل على سطح الكوكب. مزيان، غير واحد راسك ما تنزلش في القمم اللي فيها آلاف البراكين. أوه شنو هذا؟
شاوتني. حذاري من بركان ماكسويل مونتس اللي هو بركان على كوكب الزهرة، ارتفاع ديالو بحال جبل إيفرست تقريبا على الأرض. لا تقريبا، أنا بنزل من الفوق. سوبرنوفا انقطع الاتصال. طبيعي، مسبار الاتحاد السوفيتي انقطع الاتصال فاش وصلنا. هذا لانه هاد السحب اللي عجبته وقال عليها منظر خلاب هي سحب من حمض الكبريتك. تخيل انها سحب من الاسيد، الا شميتي نفحه منها فقط غادي تسحق الجسد ديالك. المهم بروفيسور تكلف دوز لي ستاج، في انتظار يعاود الاتصال. كنت بغيت نقول واحد المعلومه السعاده همني انه دخل الزهره، انه تسمى فينوس نسبه لاله الاغريق ديال الحب اللي سميتها فينوس، ولكن احنا في اللغه العربيه كنسميوه نجم الصباح. كتلاحظوا قبل ما تشرق الشمس كتبان واحد النجمه مضيئه في الليل، كتكون قريبه للقمر وكتكون مضيئه اكثر من النجوم الاخرى. هذا هو السبب علاش تسمى نجم الصباح، لان هذيك النقطه المضيئه هي كوكب الزهره اللي كتبان قبل الشروق او بعد المغيب بواحد شويه. على سلامتك. الدخول الى كوكب الزهرة صعب جدا. صحيح، هذا اللي خلى المسبار ديال السوفيات اللي تصيفط في 1982 ما ياخدش الكمية الكافية من المعلومات حول الزهرة لصعوبة الطقس على هذا الكوكب. خير سوبرنوفا، عندي واحد السؤال. دابا كنعرفوا بان اقرب الكواكب الى الشمس هو عطارد ماشي الزهرة، ولكن علاش الزهرة هو اسخن الكواكب الى المجموعة الشمسية؟ شوف، كيتكون الغلاف الجوي من الغازات الدفيئه كتسمى جرين هاوس غازز. في المقام الاول كاين ثاني اكسيد الكربون، هذا الشيء كيخلق حاله متطرفه من الاحتباس الحراري، انا غنشرحها بالخشيبات. نتخيلوا هذا الخط الاصفر هي الاشعه ديال الشمس اللي قادمه الى الزهره كتوصل للسطح، ملي كتم راجعه كتصطدم بالغلاف الجوي السميك بسبب الغازات اللي ذكرت، وبالتالي كتبدا ترجع للسطح شويه، كترجع للغلاف الجوي شوية، كترجع للسطح شوية، كترجع للغلاف الجوي، وبالتالي كتبقى محبوسة في الكوكب ما كتخرج. ولهذا فالكوكب هو أسخن كواكب المجموعة الشمسية على الرغم من أنه ماشي أقرب واحد للشمس. الغلاف الجوي ديال كوكب الزهرة كيعكس 70% من كل ضوء الشمس اللي كيوصل للكوكب، وهذا هو السبب علاش كوكب الزهرة هو أكثر شيء مضيء في السماء ديالنا بالليل من بعد القمر. Welcome to hell. Okay, اجي نفهم علاش كاين هذا الجحيم على هذا الكوكب. حدث ذات مرة أن كان كوكب الزهرة أكثر قابلية للحياة، نسخة طبق الأصل من كوكب الأرض الشاب. طبيعي أنه خلقوا في نفس البلاصة وتكونوا من نفس العناصر، لكن توأم الأرض ليس محظوظا مثل شقيقه الأكبر. بمجرد زيادة بسيطة في سطوع الشمس، ظاهرة أدت إلى ظهور الاحتباس الحراري الجامح. شيئا فشيئا تبخرت المحيطات على نجم الصباح، صعد بخار الماء إلى الغلاف الجوي مما أدى إلى زيادة الاحتباس الحراري، وبالتالي فقد الزهرة المياه ديالو وتحول إلى كوكب شديد الحرارة وجاف جدا. ثم بدأ الكوكب يتجه إلى الشكل الجحيمي. طبيعي، لأنه ملي فقد كوكب الزهرة المياه ديالو
أفسح الغلاف الجوي طريق تدفقات بركانية ضارة، البراكين المصدر الرئيسي لثاني أكسيد الكربون لهذا كوكب الزهرة، فقد القدرة على استعادة الكربون، فتم حصره في حلقة مرعبة، لأنه بتبخر محيطاته فقد الكوكب الدورة المنتظمة للكربون، ولكن استمرت البراكين في أنها تخرج ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي لا توجد طريقة لإزالة ثاني أكسيد الكربون هذا اللي كتنفد فيه البراكين بالأطنان إلى الغلاف الجوي، والنتيجة كوكب من الجحيم. بالإضافة كما قلت لك في الأول أن الغلاف الجوي سميك جدا بثاني أكسيد الكربون، فراه كيحبس الحرارة على سطح الكوكب، وغتكتشف هذا الشيء ملي غتنزل من المركبة، هو بطريقة خاصة يعني. ملي غتزيد تقرب 15 كيلومتر أخرى باش تقرب للسطح، غيبدا هاد الضباب في التلاشي باش يبان لك السطح هاد المرة. فعلا بدا كيبان. أخيرا تظهر الزهرة عن قرب سطح من الصدى المغطى بالجبال والبراكين الهائلة وأمطار من الأسد. تخيل أنك في واحد المكان اللي فيه الشتاء بالمنقطع وبراكين لا تزال نشطة. أول حاجة لاحظتيها فاش هبطتي وزيدي عينك تسمع شنا هي؟ واخا النهار مكيناش الشمس. فعلا إلا نزلتي في كوكب الزهرة غتبان ليك السما دائما بنهار، كأنه الفجر عندنا في الأرض، كما كان الوقت ديال اليوم عندك في الزهرة دائما كأنه الفجر على الأرض، وهذا لأنه الغلاف الجوي لكوكب الزهرة كيسمح فقط ب10% من ضوء الشمس باش أنه يدوز ويبان. غنعطيك الإحداثيات ديال المسبار فينيرا 13، المسبار السوفيتي تصيفط للزهرة واللي هبط بشكل قاتل سنة 1981. استمر لمدة 27 دقيقة في النزول، وهذا أطول نزول لأي مركبة فضائية أخرى على كوكب. ما ترى حاليا هي الصور الحقيقية اللي ارسلها المسبار من كوكب الزهرة. فعلا صبرنا وفرقيته، ولكن كله مشخشخ. هل تعلم أنه دام فقط 40 دقيقة قبل ما يتهرس، نظرا لسوء الأحوال الجوية على كوكب الزهرة بسبب الضغط الشديد جدا؟ أوكي، غتخش حاليا من المركبة وقول لي باش كتحس. السوبرنوفا ما كنقدرش نرفع الدراع ديالي. على الرغم من ان كوكب الزهرة كيتمتع تقريبا بنفس الجاذبية ديال الارض تقريبا، ولكن رغم هذا غتشعر بالوزن الهائل ديال الجسم ديالك بسبب هوائه الكثيف للغاية. هذا هو السبب علاش ما قدرتيش تهز الدراع ديالك. دابا حاول تزيد تمشى وقول لي باش كتحس. خلينا ندير لك إضافة، كأنك تمشى على الماء المغلي. أنت كتمشى على سطح كتبلغ درجة الحرارة ديالو 475 درجة مئوية. تخيل أن هاد الحرارة في الأرض كافية باش تدوب الرصاص. تخيل أنني كنهز يدي بالعرض الواطئ، كيفاش صورني شنو هادشي؟ البذلة ديالك بدات في الإنكسار بسبب البيئة الصعبة، لأن هناك تحول جذري في الضغط. الآن أنت كتشعر أنك تتنفس في أعماق الماء الساخن مع ضغط جوي يتزايد أكثر من 90 مرة عن ضغط ديال الأرض. قريبا كوكب الزهرة سوف يسحقك مع تنفس هواء خالي من الأكسجين بتاتا. أي شيء سوف تتنفسه هنا غادي يحرق الجسد ديالك. المشكل أن حتى المركبة ديالك لم تقاوم، حتى هي دمرت بالكامل. في غضون ثواني غادي تود هذا العالم بالمعايير البشرية على كوكب الزهرة. دابا عليك صافي نموت غنموت، علاش خصني نحس بالألم ديال حمك كبرتك هو كيمطر عليا؟ دونت وري، بسبب أن البيئة حارة جدا على كوكب الزهرة بشكل لا يصدق، فراسك أن هذا المطر السام ما كيوصلش للأرض. هذا المطر كيتبخر قبل وقت طويل من أنه يوصل للسطح، لذلك لما تقلق موت على خاطرك بسلام باش تكون مستعد على أهبة الاستعداد إلى مهمتك القادمة للهبوط بسلام على المريخ.